حكم الاستجمار واجب لكل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهرة والنجس غير الملوث. نعم، حكم الاستجمار نفس حكم الاستنجاء، إنه واجب. إنسان بعد أن يقضي حاجته من بول أو غائط يجب يا يستنجي يا يستجمر. نعم، واختلف أهل العلم يعني أيهما أفضل. مذهب أحمد الأفضل أنك تستجمر ثم تستنجي، تستجمر ثم تستنجي. والقول الثاني أن لا، يا تستجمر يا تستنجي. والسلف بعضهم كان يكره الاستنجاء بالماء، يكره الاستنجاء بالماء، يقول الاستجمار أحسن من الاستنجاء. ليش؟ يقول لأن بالاستنجاء تضطر أنك تضع يدك على مكان الوسخ مع الماء حتى تزيله، بينما الاستجمار ما تضع يدك، يقول طهر يدك لا تحطها على مكان القذارة. فكان بعضهم يحب الاستجمار أحسن من الاستنجاء، والصحيح أن الاستنجاء أنظف، الاستنجاء أنظف من الاستجمار، وكله جائز على كل حال. نعم.